لو رايح تقدم في شركة طبيعي هتتعرض لاختبار مهني في الاكسل. الاختبارات دي بتكون في منها اختبارات بسيطة جدا وفي بعضها مش بنسبة كبيرة بتكون اختبارات معقدة. تعالوا نشوف مع بعض شكل اختبار من الاختبارات البسيطة، وتعال نشوف ممكن يتقدم لك ازاي ورقة الامتحان وازاي تقدر ان انت تتعامل معاها. قدامنا دلوقتي نموذج بسيط جدا للتعامل او لاختبار مهني مقدم بالفعل في احد الدول، والاختبار دوت بالشكل اللي موجود قدامك ده، عبارة عن صفحتين، كل صفحة فيها شيت وفي مجموعة من الطلبات عليها. هنقرأ مع بعض الشيت ونفهم مع بعض الطلبات بشكل بسيط. بس قبل ما نبدأ مع بعض، التفاعل على الفيديو مهم جدا لرفع القناة ورفع مستوى القناة ونشر الفيديوهات. لو عجبك الفيديوهات بتاعتنا وفعلا مستفيد منها، ياريت تدعم الفيديو بلايك وتشرفني بالاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوف. الامتحان اللي موجود قدامك دوت هو مديك شكل كده لشيت الاكسل وحطت لك بيانات المفروض ان انت هتلتزم بيها، وبعد كده بيقولك نفذ الاتي على الجدول المعروض امامك. طبعا اول حاجة هتعملها ان انت هتروح تتوجه على الاكسل وهتبتدي ان انت تكتب ايه الشيت بتاعك، او تبتدي تكتب الجدول بتاعك بالشكل اللي هو مديهولك وبالدرجات اللي هو مديهلك، وبعد كده هتبتدي تبص وتشوف ايه الحاجة اللي هو طالبها. المطلوب الاولاني ان هو بيقولك عايز يحسب الدرجة المطلوبة، وكاتب لك يساوي وكاتب لك الصيغة اللي موجودة قدامك دي. في الحالة دي هو عايز منك ايه؟ هو عايز منك انك تروح على الخلية الخاصة بالدرجة المطلوبة وتبتدي ان انت تكتب فيها المعادلة بالشكل اللي هو مديهولك كده بالظبط، لان هو لما هيجي يشيك على المعادلة هيشيك على طريقة كتابتك عليها، فانت بتكتب المعادلة بالشكل ده. طبعا هو هنا كاتب لك درجة المادة المؤهلة مضروبة في 2 زائد درجة المواد الاساسية على 3. تعال نشوف هنطبقها ازاي. هتيجي هنا كده عند الدرجة المطلوبة، واول حاجة هتعملها يساوي، هتفتح القوس زي ما هو مديهولك كده بالظبط، هتفتح القوس بتاعك وتفتح قوس تاني وتروح على درجة المادة المؤهلة وتبتدي ان انت تضربها في 2، تقفل القوس، كل دي بيانات هو مديهالك، هتجمع، هتحط علامة الجمع على درجة المواد الأساسية، اقفل القوس بتاعك، هتقسم على 3 وتضغط انتر. كده انت كتبت الصيغة. مجرد ما ضغطت انتر هي طلعت لك القيمة اللي انت المفروض تحسبها للدرجة المطلوبة. لو رجعت تاني لورقة الامتحان هتلاقيه بيقول لك ايه، بعد ما كتبت الجزئية دي هتلاقيه كتب لك سؤال تاني بيقول لك كيف يمكن ايجاد الدرجة المطلوبة لكل الطلبة دون كتابة الصيغة مرة اخرى. طبعا من الناحية العملية انت في اكتر من طريقة، يعني انت ممكن تيجي هنا كده وتبتدي تقف عند الركن الخاص بالمربع ده، اول ما يظهر معاك المؤشر بعلامة الزائد السودة تعمل عملية سحب للمعادلة على باقي الطلبة، فكده هتطبق معاك المعادلة من غير ما تكتب الصيغة مرة تانية. والطريقة الاسهل ان انت تيجي تقف كده على الخلية اللي فيها المعادلة وتضغط من هنا دبل كليك، هتطبق لك على العمود كله. ممكن ترجع هنا ايه الخلية دي كده. نرجع تاني للورقة بتاعتنا. احنا كده حققنا اول شرط او اول سؤال في الامتحان بطريقة سهلة جدا. المطلوب التاني بيقولك ايه، بيقولك اذا كانت الدرجة المطلوبة، لو الدرجة المطلوبة دي كانت اكبر من او بتساوي 16 هيعتبر الطالب مقبول في كلية الهندسة وغير مقبول في الحالة العكسية. طبعا هو هنا بيوضح لك ايه اللي هو عايزه، وبعد كده هيحدد لك الطلبات. بيقولك اكتب في الخلية E2 الصيغة المناسبة لتوضيح حالة التوجيه. طبعا حالة التوجيه هنا هي مقبول او غير مقبول، ودوت بيكون بناء على الشرط اللي جاي لك في الدرجة المطلوبة. يعني هتروح كده وهتيجي تقف عند الخلية E2 زي ما هو قالك عليها، ولو انت عايز تحددها بدقة واقف في اي مكان هتروح على النيم بوكس اللي موجود هنا ده وتكتب فيه اسم الخلية اللي هي E2 وتضغط انتر، المؤشر هيروح لك مباشرة على الخلية E2. هنا انت عايز يظهر لك ايه؟ لو الطالب الدرجة بتاعته اكبر من او بتساوي 16 فهنا هيكتب لك كلمة مقبول، ولو كانت اقل من 16 هيكتب لك غير مقبول. يبقى في الحالة دي هتستخدم دالة F، يبقى هتبتدي تكتب يساوي وهتكتب F دبل كليك، هتختار الشرط بتاعك اللي هو درجة الطالب، وتكتب ايه الشرط اللي انت عايزه، ان هي تكون اكبر من او بتساوي 16، وبعدين هتعمل كما، وطبعا كما او سيمي كولون دي بتعتمد على العلامة اللي ظاهرة لك هنا على حسب النسخة بتاعتك. انا هنا عندي كما بحط كما. بيقولك لو ان الشرط ده اتحقق ايه اللي هيحصل، لو الشرط ده اتحقق المفروض ان هو هيظهر لك كلمة مقبول، وعلشان يظهر لك كلمة مقبول فمعنى كده ان انت عايز تظهر نص في الاكسل. علشان تظهر نص في الاكسل لازم تحطه ما بين علامتين تنصيص، يبقى هتضغط على شيفت وطا
هيعمل لك علامة التنصيص دي، هتكتب النص بتاعك اللي هو كلمة مقبول لو الشرط ده اتحقق، وبعدين هتقفل الدبل كوتيشن مرة تانية وهتحط الكومة. طيب بيقولك لو ان الشرط بتاعك ما تحققش يبقى المفروض هيظهر لي كلمة غير مقبول، برضو نص يبقى نفس النظام، هنفتح علامتين تنصيص ونكتب النص بتاعنا اللي هو غير مقبول ونقفل علامتين التنصيص، وما ننساش نقفل القوس الخاص بدالة F ونضغط انتر. هتلاحظ ان هنا الدرجة المطلوبة 17، بالفعل الطالب طلع مقبول. طبق المعادلة على كل الطلبة بتوعك، هتطلع لك فعلا ان اللي اقل من 16 كان غير مقبول، لكن اللي اعلى من 16 او بيساوي 16 كانت الحالة بتاعته مقبولة. بعد كده بيقولك احسب مجموع المكافآت اللي تم صرفها للطلاب في الخلية F8. بيشترط عليك رقم خلية معينة، هتروح هنا على النيم بوكس وهتكتب اسم الخلية اللي هو F8 وتضغط انتر، هيوجهك ليها مباشرة. عايز المجموع الخاص بالمكافآت يبقى معادلة سام البسيطة، هيساوي تكتب سام، دبل كليك على سام، تاخد اجمالي الارقام اللي انت عايز تجمعها، تقفل القوس بتاعك وتضغط انتر. نشوف اخر طلب في الامتحان، احسب اعلى درجة تم الحصول عليها في المواد الاساسية، اعلى درجة واقل درجة. اعلى درجة بتتحسب بفانكشن اسمها ماكسيمم، اقل درجة بتتحسب بدالة مينيمم، على حسب هو طالب منك ايه هتستخدم. انا هنا كده طالب مني اعلى درجة في المواد الاساسية، يبقى هستخدم ماكسيمم، يبقى هكتب يساوي واكتب ماكسيمم، دبل كليك عليها، تفتح لك قوس، تختار رينج البيانات او الدرجات اللي انت عايز تحسب اعلى درجة فيهم، اقفل القوس واضغط انتر، طلع لك اعلى درجة. ولو جيت تراجع الدرجات هتلاقي بالفعل ان 17.94% هي اعلى درجة في الدرجات. كده انت خلصت الجزء الاول من الامتحان بنجاح تام وبطريقة سهلة جدا. نيجي نتنقل على الورقة التانية ونشوف اول مطلوب عندنا ايه. بيقولك اكتب الصيغة، اكتب الصيغة يعني هتكتب معادلة التي تحسب الناتج في الخلية دي 2، ومديك الصيغة اللي انت هتكتبها. يبقى في الحالة دي انت هتتوجه للخلية دي 2 وهتكتب بالظبط اللي هو مديهولك، بس طبعا ما تنساش انك تعمل علامة يساوي لان هو هنا كده نسي يكتب علامة يساوي. ونيجي عند الاجمالي، نكتب الصيغة في دي 2، انا هنا طبعا كده واقفة في دي 2، مش عارف، هتكتب هنا كده دي 2 وتضغط انتر، هيوجهك للخلية دي 2. هنكتب يساوي طالما هتتعامل مع صيغة او معادلة. هو مديك ايه؟ هو كان فاتح قوس، يبقى هنفتح قوس وناخد سعر القطعة نضربه في الكمية المباعة ونقفل القوس مرة تانية ونضغط انتر. خد المعادلة واسحبها لباقي الاصناف، هتتطبق على كل الاصناف من غير ما تكتب الصيغة مرة تانية. نشوف ايه المطلوب التاني. قالك الصيغة لحساب قيمة الضريبة المضافة في الخلية E2 والتي تمثل 15%. انا هنا كده واقفة بعيد، هروح هنا كده اكتب E2 واضغط انتر، وداك على الخلية E2 مباشرة. علشان تحسب قيمة الضريبة المضافة للإجمالي هتكتب يساوي وهتاخد الإجمالي وتضربه في 15%، أو ممكن تضربه في 15%، يعني الاثنين هيدوك نتيجة واحدة، وتضغط انتر، هيطلع لك بالفعل قيمة الضريبة الخاصة بالمنتج الأولاني. يبقى هنروح على دي 6 من هنا كده، هتكتب دي 6 تضغط انتر، بقيت عندي دي 6. هو عايز هنا الصيغة، يعني عايز المعادلة اللي تحسب لك مجموع الإجمالي. طالما معادلة يبقى هنكتب يساوي ونكتب سم لأنها مجموع، دبل كليك، يفتح لك قوس، اختار البيانات اللي موجودة في العمود، اقفل القوس واضغط انتر، حسب لك الإجمالي الخاص بالإيه؟ بالمبيعات. شيل دي. الصيغة في الخلية برضو عايز معادلة في الخلية E7 لحساب مجموع الضريبة، فهنروح هنا كده في شيت الإكسل، نروح على E7، نكتب E7 ونضغط انتر، هي الخلية دي. الخلية دي عايزك تحسب فيها ايه؟ مجموع اجمالي الضريبة. دي كده الضريبة على المنتجات، فاحنا عايزين هنا المجموع الخاص بالضريبة. صيغة يعني معادلة، يبقى هتكتب يساوي وبعدين هتكتب سم، دبل كليك، هنجمع الضريبة اللي هيدفعها العميل ونقفل القوس ونضغط انتر، طلعت لنا الضريبة اللي المفروض يدفعها 36,750 جنيه. آخر طلب عندي بيقول لي لو إجمالي الضريبة كان أكبر من 30,000 هيتم عمل تخفيض على الضريبة بقيمة 7%.
يبقى هتيجي هنا وهتروح عند قيمة التخفيض. احنا عايزين نعرف قيمة التخفيض هتكون كام، بس بشرط لو مجموع الضريبة اللي هيدفعها العميل اكبر من 30,000. يبقى هتيجي هنا تكتب يساوي، وطالما شرط يبقى هتستخدم دالة F، يبقى يساوي F. الشرط بتاعك ان اجمالي مجموع الضريبة يكون اكبر من 30,000، كما لو ده حصل هتبتدي ان انت تحسب له تخفيض بنسبة 7%. يبقى هتاخد الاجمالي اللي هو المفروض يدفعه وهتضربه في قيمة 7% او 7% على حسب انت هتكتبها ازاي. انا كده هكتب 7%، علامة في المية بتجيبها شيفت ورقم 5 من الكيبورد، وبعدين هتعمل كما. طيب لو دوت ما حصلش مش هتعمل تخفيض، فطالما مش هتعمل تخفيض يبقى عند قيمة التخفيض هتظهر الخلية فاضية. علشان تظهر الخلية فاضية هتفتح علامتين تنصيص شيفت وط وتقفلهم تاني من غير ما تكتب جواهم حاجة، وما تنساش تقفل القوس الخاص بدالة F وتضغط انتر. كده حسب لك قيمة التخفيض، عندك اجمالي الضريبة اللي هيدفعها وعندك قيمة التخفيض، تقدر ان انت تطرحهم من بعض وتطلع المبلغ اللي المفروض يدفعه لك العميل. دعم الفيديو مهم جدا من خلال اللايك. بتمنى ان حلقتي النهاردة تكون فادتكم. لو لسه ما اشتركتش معايا في القناة شرفني بالاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد.